نتواجد الآن عند قطار الحرمين السريع، وهو تجربة جديدة تطلقها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إذ يعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة بعد أن تمت رحلته التجريبية الأولى بنجاح بسرعة بلغت 300 كيلومتر في الساعة، قاطعا المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في ساعة ونصف الساعة. 35 قطار موجود لخدمة المسافرين في هذا المشروع يتماشى مع رؤية 2030 بحيث رفع أعداد الحجاج المعتمرين لخدمة ضيوف الرحمن. المشروع الذي سيدخل حيز الخدمة الفعلية بعد أسابيع سيخدم 60 مليون مسافر في السنة، وبذلك يكون المشروع قد أسهم في رفع معاناة سفر كبير يتجشمها حجاج ومعتمرو بيت الله الحرام خلال تنقلهم بين الحرمين. يوجد 5 محطات طبعا، في مكة والمدينة، مدينة الملك عبد الله، وفي جدة، وفي المطار. ينقل تقريبا 60 مليون مسافر سنويا المشروع، وتستقبل المحطة تقريبا في اليوم 19 ألف مسافر أو راكب. تتسع الرحلة الواحدة ل 450 مسافرا، تم تجهيز وتهيئة كافة الخدمات الضرورية لهم على متنها. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، الديار المقدسة.